بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. مرحبا بكم في برنامج الدين والحياة. اليوم نتكلم عن أضرار وعقوبة الزنا. فالزنا يعمي القلب ويطمس نوره ويحقر النفس ويقمعها ويسقط كرامة الإنسان عند الله وعند خلقه، ويمحق بركة العمر، ويضعف القلب في تعظيم الله سبحانه وتعالى وخشيته. فالزنا محرمة في الكتاب والسنة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال كذلك سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال كذلك: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها الثيب الزاني. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة ودعا رجل في رحم لا يحل له. فلا يقتصر ضرر الزنا على الزناة فقط، بل يتعدى إلى غيرهم، فينزل غضب الحق سبحانه وتعالى على قوم كثر فيهم الزنا ويكثر فيهم الموت أيضا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قوم قد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. لذا فيجب على جميع المسلمين محاربة الزنا والابتعاد عن أسبابه كالتبرج والسفور والاختلاط والغناء والمجلات الماجنة والأفلام والمسلسلات الهابطة الداعية إلى كل فاحشة ورذيلة. ولقد أوجب الله على مرتكب هذه الجريمة عقوبة فردية، وهي إقامة الحد على الزاني والزانية إذا كان محسنين، وذلك بقتلهما رجما بالحجارة حتى يموتا لكي يجد الألم في جميع أجسام الجسم كما تلدذ بجسديهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش والعار للحجر. وإن كان غير محسنين جلد 100 جلد بجلدة بأعلى أنواع الجلد ردعا لهما عن المعاولة للاستمتاع بالحرام، إضافة إلى فضحهما بين الناس والتشهير بهم. وإذا أفلت الزناة من عقوبة الدنيا ولم يتوبوا فلهم في الآخرة عذاب أليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق، فانطلقنا إلى ثقب مثل الثنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: من هؤلاء؟ قال لي: هؤلاء هم الزناة والزواني، وهذا هذا عذابهم في جهنم والعياذ بالله. وجاء في الحديث أيضا أن من زنى بامرأة كان عليه وعليهما في القبر نصف عذاب هذه الأمة. كيف أيها المسلم تتلدد بلذة عابرة في لحظة أو في ثواني ينصب عليك هذا نصف عذاب هذه الأمة، وهذا فقط عذاب القبر. أما في الآخرة فإن عذابهم شديد، فهم يعذبون بوادي اسمه أثاما، وهو واد من أودية جهنم الكبرى نعوذ بالله منه. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالزاني يشارك المشرك والقاتل نفس العذاب والعياذ بالله، فهل يليق بعاقل بعد ذلك أن يعرض نفسه لمثل هذا العذاب من أجل شهوة عابرة تذهب لذتها سريعا ويبقى عذابها طويلا؟
فيا من خان الأعراض وتعدى عليها وابتغى الفساد في الأرض، إن الغيرة من شيم الرجال ومن أخلاق النبلاء ومن شعب الإيمان ومن مقتضيات إياك نعبد وإياك نستعين. فأين الغيرة ممن يتعدى على أعراض الناس؟ كم أفسدت بين امرأة وزوجها، وكم جعلت بنتا حبيسة الجدران في بيتها بعد إن ذبحت عفتها وضيعت شرفها وشرف أهلها وأساءت إلى سمعتها وسمعة أهلها. أينك من الغيرة على محارم الله وأنت تنتهكها؟ وأينك من الغيرة على محارمك؟ فالذي يتعدى على محارم الناس لا يغار على محارمه، لأنهن قد يبتلين بمن يتعدى عليهن عقوبة لك، وكما قيل كما تدين تدان. ثم إني أسألك بالله، هل ترضى الزنا لأمك أو أن يتحدث مع أحد ويداعب مشاعرها؟ فإن كنت ترضاه فأنت والعياذ بالله ديوث، وما أظنك ترضاه وما أظنك ترضاه. وإن كنت لا ترضاه لأمك فإن الناس كذلك لا يرضونه لأمهاتهم. وإن كنت لا ترضاه لأختك أو ابنتك أو عمتك أو خالتك فالناس كذلك لا يرضونه لأخواتهم وبناتهم وعماتهم وخالاتهم. فهل عرضك حرام على الناس وأعراض الناس حلال لك؟ أما ترحم أمك أو أخواتك أن يصبن بما أصبت من محارم الناس؟ أم ترحم ابنتك أو زوجتك أن يفعل بهما مثل ما فعلت أنت ببنات الناس؟ يا قاطع سبيل الرجال وهاتك سبل المودة، عشت غير مكرم، من يزني في قوم بألف درهم في أهله يزني بغير الدرهم. إن الزنا دين، إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فعلاً. لو كنت حراً من سلالة ماجد ما كنت هاتكاً لحرمة مسلم. وأنت أيتها المرأة يا من هتكت عرضك وعرض زوجك وأهلك بالزنا ومرقتيه في الوحل ونزلت به إلى الحضيض وأفسدت حياتك وحياة أهلك وأسأت إلى سمعتك وسمعتهم من أجل شهوة عابرة أو عرضا زائلا من الدنيا أو عرضا زائلا من الدنيا، أما تخافين الله؟ كيف طوعت نفسك على فعل هذه الفاحشة النكراء؟ أين ذهب حياؤك؟ أين ذهب عقلك؟ هل فكرت بعذاب الله سبحانه وتعالى؟ هل فكرت بعاقبة ذلك في الدنيا والآخرة؟ هل فكرت في الفضيحة في الدنيا قبل الآخرة؟ هل فكرت في موقف أهلك وزوجك وأولادك وفضيحتهم بين الناس لو انكشف أمرك؟ هل فكرت بالعار الذي سيلحق بهم؟ هل فكرت ماذا سيكون لهم من بعد ذلك؟ وكيف سيواجهون الناس وقد سودت وجوههم بجريمتك هذه؟ إن موتك أو قتلك أهون عليهم بكثير من وقوعك بمثل هذه الفاحشة. فاتق الله وتوب إليه وابتعد عن هذا العمل المخزي قبل أن يفتضح أمرك أن تموت وأنت مصرة على هذه الفاحشة القبيحة. اعلموا يا من ابتليتم بالزنا رجالا ونساء أن الله يراكم، فاحذروا أن تجعلوه أهون الناظرين إليكم وأحقر المطلعين عليكم، وتجعلون هذه الشهوة الحيوانية وهذه اللذة الفانية تنسيكم عظمة مولاكم وإطلاعه عليكم. إنكم لا تستطيعون أن تفعلوا هذه الفاحشة القبيحة أمام أي إنسان حتى ولو كان طفلا صغيرا، ولكنكم مع الأسف الشديد ترتكبونها أمام العلي الكبير الجبار جبار السماوات والأرض. فأين تعظيم الله في قلوبكم أيها الزلات؟ أين هو صدق الإيمان؟ أين الاستجابة للرحمن؟ أما استشعرتم عظمة الجبار؟ أما تخافون غضب القهار؟ وهل نسيتم الموت وسكراته والقبر والصراط وزنته والحساب وشدته؟ هل نسيتم النار وما فيها من العذاب؟ إن أمامكم أهوال عظيمة لا يعلم عظما إلا الله سبحانه وتعالى، لا طاقة لكم اليوم فيها ولن تتحملوها. فلا تجعلوا هذه الشهوة الفانية تنسيكم كل هذه الأهوال الذي أمامكم، وتنسيكم عظمة ربكم، وتنسيكم مصيركم ومآلكم.
ووالله إنكم لأضعف ممن أن تتحملون شيئا من عذاب الله، فلا تتمادوا في معصيته، ووالله إن شهوات الدنيا كلها لا تساوي ضمة من ضمات القبر، فكيف ما بعده من العذاب؟ ولا خير والله في شهوة، والله ولا خير والله في شهوة بعدها النار والدمار. فتوبوا إلى الله قبل أن لا تستطيعوا أن تتوبوا، وقبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.